لا توجد دولة دينية ناجحة في هذا العصر، حتى إيران التي استشهدت بها ليس هو النموذج الذي نريد أن نكون عليه. إذا كنا نريد أن نصير مثل إيران، نعم إحنا الآن نعاني من مشاكل كبيرة، لكن بالتأكيد ليس نموذجنا هو النموذج الإيراني. الدول الدينية كانت في فترة اجتماعية تاريخية معينة ممكن، لكنه هذه الدول حتى في ظل الازدهار اللي عاشته وإلى آخره، كانت الضوابط الاجتماعية آنذاك تختلف عن الضوابط الاجتماعية الآن. ماكو عندنا نموذج ديني في العصر الحالي نجح، ابتداء من الدولة العثمانية ونزولا إلى ما وصلنا إليه. كل ما عانت الدول نتيجة هذا الموضوع. احنا ما نريد نعزل الدين عن الدولة، نريد نعزل الدولة عن الدين. اكو فرق. بمعنى اكو نموذجين، اكو نموذجين للعلمانية. النموذج الفرنسي وهو شديد ومتطرف في علمانيته، وهو اجى نتيجة ظروف تاريخية اجتماعية سياسية مرت بها فرنسا وتبنت هذا النموذج المتطرف في علمانيته. لكنه اكو نماذج اخرى، النموذج الانجلوساكسوني مثلا، النموذج اللي موجود في امريكا او النموذج البريطاني. هل تعلم يا سيدي ان رأس الكنيسة في بريطانيا هي الملكة؟ يعني الدين ليس منبوذا كما يعتقد البعض، وإنما هو جزء من التكوين الاجتماعي السياسي. في الولايات المتحدة الأمريكية الدين جزء أساسي، وواحد من أهم الداعمين مثلا اللي كانوا لترامب الكنيسة الأنجليكية. فهي ليست معزولة عن المجتمع ولا عن السياسة، لكن لا يراد للدولة أن تتدخل بالدين. الشأن الديني هو شأن خاص بالناس، هم يتعاملون به. من تجي الدولة وتتدخل به راح تفسد به.